في الحقيقة منتظر التفاعل متاع الياتا والاتحاد الدولي للناقلين الجويين باعتباره هو النقابة الدولية للناقلات الجوية لشركات النقل الجوي. ده معناها منتظر أنه باش يدعو الحكومة لكل مشكل تونس وعمل بلاغ سابق، لأنه الحقيقة تونس هي من احنا الانعكاس باش يكون كبير، الانعكاس المالي في حدود قداش الخسائر اللي والله التقدير نتاعها في جاري التقدير، لانه ما نحبوش نقدموا رقم الرقم الاولي على الاقل. لا ما عندناش احنا توا عندنا بار كومباني الحقيقه الخطوط التونسيه قداش حجم خسائرها تقريبا؟ الخطوط التونسيه توا خسرت في السوق نتاعها تقريبا 90% من الحركه نتاعها عندها في 3 شهور، يعني تحسب على شيفر دفاع على ايرادات سنويه اللي تفوت 3000 مليون دينار. شوف انت معناها في البريود هذه شنو اللي خسرته، معناها هذا بجانب تقريبي. اما اليوم ما عندناش كان الخطوط التونسيه، عندنا 7 نقيلات جويه، عندنا 9 مطارات، عندنا قطاعات اخرى، فما المباشر وغير المباشر، الامبلوا ديريكت والانديريكت. واليوم ثم قطاعات تشتغل بصفه مباشره في الطيران المدني وفي النقل الجوي، هذيك المتاثره ونشوفوها الناس كل، ولكن ثم الاثار باش تكون اكبر. انا نتصور اللي التقديرات نتاع الياتا هذه تو اللي كنت قلت 740، انا نرجو انها تكون في حدود 47% فقط. تتوقع تكون اكثر؟ لانها باش تكون اكثر. اليوم حتى هنا براتيكمون في نفس المنتصف صف السنة معناها خسرنا منها 4 أشهر بالضبط، معناها 4 أشهر صفر حركة صفر نشاط. أنا نتصور احنا وتقديراتنا باش تكون في حدود ننهيه سنة 2020 في حدود 40% من مقارنة بسنة 2019. هل مش يكون فما إجراءات عاجلة مرتقبة قاعدين تنظروا في الملف هذايا؟ ننظروا في الملف وإن شاء الله الحكومة قاعدة تنظر على مستوى الدعم للقطاع بصفة عامة لشركات النقل للمطارات، وثم إجراءات جبائية، ثم إجراءات مساندة كما تعرف، ثم عديد الدول اللي رصدت قروض ورصدت يعني الدولة التونسية، يعني لتأكدوا أنه الحكومة والدولة التونسية ستتخذ قرارات لدعم الناقلات الجوية وقطاع الطيران المدني، القطاع بصفة عامة إن شاء الله بصدد الدرس، ونأمل أنه في القريب العاجل نسمع أخبار إن شاء الله اللي يطمن الناس في كل